20/6/2011. هاي من احد انجازات الكبيره كثير كثير اللي قام فيها بشار الاسد، اني حول صيادلتنا ودكاترتنا ان يجوا يحطوا الدواء هيك ويعالجوا العالم بهالمكان هذا يلي ما في اي شيء من التعقيم ولا من نظافي ولا اي شيء. طبعا عم بيتوزع عليهم الدواء هون من الاعداد الكبيره هون على حدود سوريا التركي، طبعا بالجزء البسيط كتير كتير، يعني بالحبه بالحبتين قدر الحاجه الكبير كتير كتير، ولحتى الحفوضات الاطفال كمان عم تتوزع لهم بكياس مفتوحه وبالحفوضه، ولا اني مثلا يتوزع لهم بالكيس طبعا ما في، لانه اعداد تكفي هالعدد الهائل. طبعا هون ببين معنا اني كيف مقسمين الدواء. هون الشاب اللي عم بيعالج هالعالم، الدكتور عم بيعالج هالعالم، بيوزعون عم بيعطي على قدر الحاجة مشان يكفيه. طبعا هذا ملاكه. هاي بنشكر كمان الحكومة التركية اللي بعثت لنا بعض مساعدات من عندهم الأدوية مشان يعالجوا العالم الموجودين هون، وهالأطفال هلا عم ينصابوا بأمراض كتير من هالمي اللي عم يشربوها ومن هالأكل المجرسم اللي عم ياكلوه.